الكرات تتهادى للمرمى وتحرك الشباك. خسارة تهديفية في هذا اللقاء. مشاهدينا شهية الفريقين مفتوحة للتسجيل في هذه المباراة. هاري كين، أوباميانغ يتقدم بالكرة، ما زالت الفرصة أمامه. أوهو، ركلة جزاء تحتسب، فرصة جديدة لتقليص الفجوة بين الفريقين والعودة لأجواء المباراة بشكل عملي. ضربة جزاء ناجحة في الشباك. نستأنف المباراة مرة أخرى بعد ما قدمت لنا هذه المباراة وجبة كروية دسمة مليئة بالأهداف. ليونيل ميسي، تسديدة من ميسي، الكل على أعصابه، الجماهير تتابع الموقف، اللاعب ارتكب الخطأ وعنده بطاقة صفراء. شوف كيف بيمر ميسي، شوف كيف بيعدي فيها. جونز، نيمار، اوهو، تصدي خيالي من حارس خيالي. ميسي يضرب، ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. ديبالا، ديبالا، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. يخترق ولدي المساحة. تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية. كرة بتتخلص من المنطقة والكرة بيخلصها الدفاع، لكنها تصل لفريق بيعدي فيها، يتقدم فيها. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. كرة مستمرة من أوباميانغ. مندي يتدخل وينجح في استعادة الكرة. يتحول الاستحواذ للمنافس من مندي. دقائق مثيرة جدا. خطأ في التدخل يستحق عليه الب... بطاقة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. تسديدة في الهواء، مستحيل مستحيل.
الحزم في آخر اللحظات في الوقت الأخير، هدف التعادل يأتي يا رب. هيكتور بيلارين يفقد الاستحواذ، تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. كرة بينية فيها خطورة الآن، فرصة هدف الآن. أوهو، ما الذي يحدث الآن؟ من كان يتوقع كل هذا؟ من كان يصدق هذه العودة؟ الله على إثارة كرة القدم وجنونها بالتأكيد. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. أوهو، الحكم الآن يحتسب ضربة جزاء ونحن نقترب من نهاية المباراة. كانت الجماهير تنتظر بأن تحتفل لكنها تحبس الأنفاس. الأفضلية ستضيع على الأرجح، يا له من سيناريو. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح. ونشوف لقطة الهدف من جديد، ركلة جزاء مرت من عند حارس المرمى اللي بقي واقفا في مكانه ولم يظهر أي ردة فعل سريعة في محاولة منه للتصدي لهذه الكرة القريبة. كم من الممكن التصدي لها بسهولة كبيرة. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. لحظات قليلة تستنى عن النهاية، نقلات الكرة، البحث عن هدف التقدم. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. ثلاث دقائق إضافية يقرها حكم المباراة. كرة إسقاطية، مستحيل، سجلوا ربما النقص العددي، خطفوا التقدم في اللحظات الأخيرة. يا لها من لحظات، يا له من هدف، يا له من إصرار. أي أجواء، أي كرة قدم، أي متعة، أي إثارة. محاولة بناء هجمة في هذا التوقيت ممكن تكون فرصة أخيرة للتعادل. مزالت الكرة عند ميسي. مع صفرة نهاية المباراة بدأت الجماهير في الاعتراض والاحتجاج على حكم المباراة وعلى قرار احتسابه بركلة الجزاء واللي كانت سبب في عدم فوزهم اليوم. حتى لو كانت صحيحة لا تستطيع هذه الجماهير بأن تقتنع في هذا التوقيت للتوتر والعصبية الموجودة واللي دائما مع فريقك سواء كان الآن. من كان يتوقع كل هذا؟ من كان يصدق هذه العودة؟ الله على إثارة كرة القدم وجنونها بالتأكيد.